في اليوم الثاني بدا شي تيحرض على شي على رسول الله، وهنا غادي يبان لهم الحبيب عند الكعبه غادي، وينوض واحد فيهم غادي يهز الثوب ديالو وغادي يقج به سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، غادي يتجر انه يخنق به اشرف الخلق وخليل الله والرحمه المهداه حتى كاد ان يموت. اللهم إني نويت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك محمد عليه الصلاة والسلام ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك، فتقبلها مني يا كريم بفضلك وإحسانك، وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين. سلام الله عليكم أينما كنتم، ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من سلسلة مع الحبيب. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وغادي مزيان وبخير مع الصيام ديالكم، ماشي غير ديال المعده ولكن ديال القلب واللسان وكاع الجوارح. عني انا الحمد لله راني كنجهد نفسي، وكيف ديما بغيت نشكركم على الكلام ديالكم الجميل في حق هذا البرنامج. فخلي ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. قريش بدات كتخاف من دعوه سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، حيتاش كلنا في اخر حلقه عرفنا بلي انه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بدا كيجهر بالدعوه، وبداو بعض الناس كيتجاوبوا معاه. الكارثه الكبرى بالنسبه لقريش بلي انه الناس غادي يجيو للحج من بعد ايام، واذا جاوا غادي يسمعوا الدعوه ديال رسول الله وغادي يتاثروا به. بالنسبه لهم كان عندهم الهدف شنو غادي يديروا لهذه المشكله العويصه اللي هما موص منها. هنا غادي يعيطوا على واحد الرجل اللي سميتو الوليد بن المغيره، قالوا ليه يا وليد واش سمعتي شنو دار بنا سيدنا محمد؟ لا ما قالوش سيدنا محمد، قالوا محمد. وشنو دار بالخوت وشنو دار بالابن وابيه الى ما اخره؟ قول في عافاك شي قول اللي تسمعوا منك العرب ويتنقلوا مع بعضهم، يتنقلوا عليك. قال لهم وقولوا انا نسمع منكم، اعطوني رايكم هو الاول. قالوا ليه شنو رايك انه نقولوا باللي داكشي اللي تيدير راه كهنه؟ قال لهم كنعرف الكهان والرسول وداكشي اللي كيدير والله ما هو بكاهن. قال لهم قولوا شي حاجه واحده اخرى. قالوا ليه الجنون. قال لهم والله ليس بجنون، انا كنعرف الجنون. قالوا نقولوا شعرا. قال لهم انا كنعرف الشعر بالانواع ديالو وداكشي تيقول محمد ما هو بشعر. قالوا ليه غادي نقولوا ساحر. قال لهم انا كنعرف السحره والسحر. قالوا ليه شنو كتقول دابا انت في هادشي؟ قال لهم والله سمعت كلامه. ايوا وشنو كتقول؟ والله ان فيه لحلاوه وان لعليه طلاوه وان لاسفله مخدق وان اعلاه لمثمر وانه لا يعلو لا يعلى عليه وانه لا يحطم ما تحته. قالوا له يا وليد شنو كتقول؟ علما انه الوليد كان رجل اللي هو مشرك، ولكن لما سمع القران تعجب منه حيت هو اصلا عربي فصيح كيعرف لغه العرب وتيعرف كلام رسول الله. قالوا له يا وليد قول شي حاجه في حقه كيف ما كانت ولو كانت كاذبه. بدا كيفكر الوليد بن المغيره وبدا يدير حركات بوجهه. قالوا ليه يا وليد قول في حقه شي كلام. ارجع ليهم وهو يقول قولوا في حقه سحر، سحر اللي فرق ما بين الابن وابيه، زعما كذبوا. هو كان عارف بلي انه هادشي ليس بسحر، وهنا انزل الله قوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيدا كلا انه كان لآياتنا عنيدا. هنا مولانا كان تيوصف الوليد بن مغيرة بما كان كيتهم سيدنا محمد، وانزل ايضا في سورة القلم ولا تطع كل حلاف مهين، زعما حقير. كفار قريش غادي ياخذوا هذه التهمه وينشروها ما بين الناس. النفوذ بداو كيجيو للحج، والحبيب بدا كيدور على الخيام ديالهم، وكان معاه الصديق ابو بكر، كانوا كيدوروا خيمه بخيمه وكيقولوا لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وشكون فيكم يعني انني نبلغ الدعوه ديال مولانا؟ راه قريش معاتني باش انا ننشرها. في هذه الاثناء كان من موراه ابو لهب اللي كان تيقول لهم ما تديوش عليه راه ولد خويا راه حمق. تخيلوا غادي تنشر قريش وسط الناس بلي هذا الرجل ساحر ومجنون، ويا لها من تهمه اللي كانوا كيتهموا بها خير البشريه والرحمه المهداه. واحد النهار لما المشركون قاعدين حدا الكعبه كيتكلموا في رسول الله، قال واحد منهم ما شفناش بحالنا في الصبر ديالنا على محمد، سب ديننا وشتم الالهه ديالنا وسفه الاحلام ديالنا وصبرنا عليه. وما قاعدين كيتكلموا عليه غادي يبان لهم رسول الله وهو متجه للركن ديال الكعبه زعما للحجر، وبدا في الطواف على الكعبه وما مسوقش الالهه ديالهم ولا الاصنام ديالهم ولا حتى شي حاجه. كان معتز بالاسلام، غادي يطوف الشوط الاول
داز عليهم وسبوه دوو فيه ما تسوقش لهم. اما في الطواف الثاني غادي يديروا نفس الحاجه، وفي الطواف الثالث داروا نفس الحاجه، غير هو وقف عليهم سكتوا ويقول لهم اتسمعون يا معشر قريش، والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. زعما غادي يجي واحد النهار بيني وبينكم غادي يكون قتال في سبيل الله، هنا غادي يقطعوا الحس وجمدوا خوفا، غادي ينطق واحد منهم وغادي يقول انصرف يا ابا القاسم راشدا فوالله ما كنت جهولا. اليوم الثاني بدا شي تحرض على شي على رسول الله عليه الصلاه والسلام، بل لهم الحبيب عند الكعبه غادي وناض فيهم واحد غادي يهز التوب ديالو تخيلوا وغادي يقش به سيدنا رسول الله، اه غادي يخنق به اشرف الخلق وخليل الله والرحمه المهدات حتى كاد ان يموت. ابو بكر الصديق في ديك الوقيته غادي يخرج على غفله وغادي يبان ليه هذا المنظر، غادي يمشي كيجري يضربهم ويدفعهم ويعتق رسول الله في اخر لحظات. اما دوك الكفره بالله غادي يمشيو ينقذوا على ابو بكر ويعطيوه العصا وطاح على الارض وكله رجع دم، والناس ظنوا بلي انه راه كاع مات. داو لدارو بالليل لعند امه اللي ما كانش سلمات انذاك وقالت ليه كل شي شويه، قال لها والله ما اذوق شيئا حتى ارى رسول الله. غادي يمشي في اخر الليل ابو بكر الصديق لعند رسول الله لدارو، غير هو دخل طاح لي على رجليه وبدا تيبوس وتيبكي. ايه هكذا تأذى الحبيب، وما هذه الا البدايه، لكن مع هذا غادي يستمر فانه يحاول يتجاهلوا دوك الكفره بالله، يتجاهلهم من الاعين ديالهم، من الشتائم ديالهم، ومن الاقوال ديالهم، وحتى من الاذى ديالهم، ولكن الله في وسط هذا الشيء كله كان حافظه. اما الوليد بن عتبه بن ربيعه غادي يقول للقوم ديالو واش شفتوا شنو صنع محمد فيكم؟ اشنو بان لكم انني نعرض عليه واحد العرض؟ قالوا لي سير يا ابا الوليد، غير سير اعتقنا منه. مشى عند رسول الله وقال ليه يا ابن اخي واش شفتي شنو درتي في القوم ديالك؟ فرقتي ما بيناتهم، سبتي الدين ديالهم والالهه ديالهم، وكفرتي حتى والديهم، شنو بان لك نعرض عليك واحد العرض؟ قال ليه قول. قال ليه يا محمد اذا كنت هاد الشيء اللي جيتي بيه على وديت المال نجمعوه لك من المال ديالنا وتكون اكثرنا مالا، واذا كنتي باغي شرفا نوعدك اننا ما نديرو حتى شي حاجه الا بالاذن ديالك، واذا كنتي باغي غير الملك نملكك علينا، واذا كان هاد الشيء اللي فيك مرض نجيبو لك افضل طبيب. وبدا كيقترح على رسول الله. لما سال قال لي الحبيب ساليتي يا ابا الوليد؟ قال لي نعم. سيدنا رسول الله غادي يجاوبه بالقران وقال ليه بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. سيدنا رسول الله مكمل في القراية وعتبة كيسمع متأثرا بهذاك الكلام حتى غادي يوصل الحبيب للآية اللي فيها تيقول فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. تخلع عتبة وقال يا محمد يا محمد أنشدك الله الرحيم أنك تحبس، حسبك حسبك أنك توقف. خاف ليك من رسول الله الكلام، هو كان عارف صاعقة قوم عاد وثمود غادي يخرج من عند سيدنا رسول الله. شافوه كفار قريش خارج وقالوا لقد خرج إليكم عتبة بغير الوجه اللي كان دخل به عند محمد. مشوا عندو كيسولوه مالك؟ قال لهم والله ان الكلام ديالو ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانه، يا قوم سمعوني خليوا ما بينه وما بين العرب، اذا هي غلبته كفتكم، وان غلب عليهم كان عزه عزكم وملكه ملككم. هو يزيد خلاهم. هاد اللحظه مشاو الناس بداو كينشروا ما بين القوم سحر عتبه سحر محمد. اما في واحد الليله من الليالي في مكه غادي يتجمعوا سادات قريش في ظهر الكعبه، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والناظر بن الحارث وأبو جهل وأبو البختاري وأبو هشام وأبو سفيان العاصي وغيرهم من السادات. قالوا أجي إذا كلمنا محمد يقدر يحبس من هذا الشيء اللي تيدير، غادي يعيطوا عليه وغادي يجلس ما بيناتهم ديك الليلة. قال لهم شنو كاين؟ قالوا ليه يا محمد شفتي شنو درتي بينا وبالقوم ديالنا؟ فرقتينا وسبيتينا وسبيتي الآلهة ديالنا وديننا والآباء ديالنا، وحتى شي حد عمرو ما دار بالقوم ديالو بحال هكا كيف درتي انت، الا بغيتي مال او ملك او امراه او ايا كان من الدنيا نعطيه لك. قال لهم عليه الصلاه والسلام انا ما تبعتش على هذا الشيء، ولكن بعثني الله بالرسالات ديالي، انا لكم الناصح الامين، ادعوكم بما تامرون، اذا قبلتوا هذا حدكم في الدنيا والاخره، والا غادي نصبر تيحكم الله ما بيناتنا. غادي يقولوا ليه اذا كنتي مصر على هذه الدعوه ديالك فانك ترى مكه قد احيطت بالجبال، فادعوا ربك أن يزيل هذه الجبال ويجعل لنا أنهارا كأنهار الشام والعراق لعلنا نخذ منها خيرا ومتاعا في الدنيا. قال لهم الحبيب
لم أبعث لهذا، إنما بعثت برسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. قالوا لي يا محمد كنشوفك كتمشي ما بيناتنا في الأسواق وكتخدم كيف كنخدمه وما عندكش فضل علينا، وإذا كنت نبي كيف كتقول علاش ما عطاكش الرب جنات وخيرات في بلاصه ما تخدم بحالنا؟ قال لهم يا قوم والله ما على هذا بعثت لرسالات ربي وانا لكم ناصح امين، اذا قبلتم والا غنصبر حتى يحكم الله ما بيناتنا غيعاود لهم للمره الثانيه. قالوا ليه ان ابيت يا محمد انظر للسماء نزل علينا العذاب كسافه، زعما قطع من السماء فيها العذاب ونشوفوا ربنا والملائكة كيف ما كتزعم، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفة، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أي جميعا يشهدوا لك بما جئت به. قال لهم فأما هذه فليست لي، هادشي المولانا إن شاء الله فعل وإن شاء لم يفعل. حاولوا يعجزوا القوم ديالو وهو مازال متحملهم وصبر عليهم. غادي يقولوا ليه يا محمد بغينا يكون لنا بيت من الذهب، ولا شنو بان لك طلع للسماء، ولو كاع طلعتي للسماء وتفتحات لك الطريق وجبتي كتاب منه باش نقراو ما غاديش نامنوا. قال لهم انما انا بشر. وغادي يزيد وغادي يخليهم عليه الصلاه والسلام من بعد ما بلغهم الرساله ديالو، قال لي مولانا فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيد ونراه قريبا، اي صبر على الدعوه ديالك لقومك صبرا جميلا يا محمد، ما تملش بل استمر على امر الله وادعو عباده للتوحيد، وما غاديش يمنعك عنهم ما ترى من عدم الانقياد ديالهم وعدم الرغبه ديالهم، فان في الصبر على ذلك خيرا كثيرا. لما شافوا المشركين بلي انه ما قدروش يوقفوا الحبيب قالوا بلي انه ما بقات عندنا حتى شي حيله من غير اننا نمشيو لعند أحبار اليهود في المدينة، قالوا نسولوهم ونستعنوا بهم على محمد وصحابه اللي البارح ما بيناتهم كان الصادق الأمين، واليوم بغاو يتأمروا عليه مع اليهود. غادي يصيفطوا كفار قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط للأحبار اليهود، مشاو يسولوهم شنو يديروا لهذا الرجل وشنو هي الحقيقة ديالو. فعلا مشاو وجلسوا معاهم سولوهم شنو بغيتو، قالوا لهم اودي بغينا نسولوكم على واحد الراجل اللي عندنا كيدعي بلي انه نبي وسميتو محمد بن عبد الله. واليهود انا ذاك كانوا عارفين بلي انه هذا الزمان هو زمن خروج النبي وعندهم حتى من الاوصاف ديالو في التوراه، كيعرفوه اكثر ما تيعرفوا ولادهم. وغادي يقولوا لدوك الزوج ابن الحارث وعقبه سولوا هذا الرجل على ثلاثه ديال الاسئله، اذا هو جاوبكم راه هو نبي واذا ما قدرش راه غير تيكذب، ديروا فيه ما بغيتو. سولوهم وشنو هاد الاسئله؟ قالوا ليهم سولوا عن فتيه في الدهر غابوا امرهم عجب، وسولوا على واحد الرجل طواف مشارق الارض ومغاربها شكون هو، وسولوا عن الروح شنو هي، اذا هو جاوبكم على هاد الاسئله الثلاثه راه هو نبي والا لا راه غير راجل تيكذب عليكم. غادي يمشيو لمكه بهاد الاسئله، ومشاو الكفار وقفوا على رسول الله كيسولوه. قال لهم الحبيب غدا غادي نجاوبكم، مشى على اساس انه غادي ينزل عليه الوحي، رجعوا عنده لا غد ليه. قالوا لي فين هو الجواب يا محمد؟ قال لهم غدا ونجاوبكم. بقى 15 يوم تيقول لهم اليوم غدا اليوم غدا نجاوبكم، ولكن مولانا مازال ما عطاش باش انه يبوح بالجواب، بمعنى مازال ما نزلش عليه الوحي. فهاد اللحظه بداو الكفار تيشككوا الناس شوفوا كيفاش عجزنا محمد على الاجابه، ولكن الحكمة في هذا التأخر هو أنه مولانا كان بغي يعلم رسول الله أنه يقول إن شاء الله غدا إن شاء الله، لسيدنا رسول الله كان سما قالها. غادي يجي جبريل لعند الحبيب من بعد 15 يوم، قال لي الحبيب فين الأجوبة ديالي؟ علاش تعطلت باش تنزل؟ قال لي جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك، ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قول إن شاء الله غادي يجيك الجواب من عند مولانا. أما الأسئلة الثلاثة ربي رانزل الأجوبة ديالها. أما الفتية اللي غابوا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وهنا في نزلات سورة الكهف اللي فيها الجواب على دوك الفتية اللي غابوا. والسؤال الثاني على الرجل الطواف ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. جبريل عاود ليه القصة نتاع ذي القرنين اللي غادي يعاودها الكفار. هنا الكفار سولوه وأما الروح؟ قال لهم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هنا غادي يكون جاوبهم على الأسئلة ديالهم بثلاثة وسكتوا. أما أبا جهل لما سمع قول الله تعالى عليها 19 من الملائكة الزبانية زعما على النار، والزبانية هما الملائكة ديال جهنم، بدا كيستهزئ بكلام مولانا وقال 10 عليكم والباقي ليا أنا. وهنا أنزل الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة
كل ما طرحوا شي سؤال كان القرآن تيجاوبهم في ديك اللحظة. أما داك النضر بن الحارث كانت عنده واحد المغنية، كل ما مشى رسول الله أنه يدعي شي شخص للإسلام كان كيصيفط داك النضر المغنية ديالو تطربهم وكتلهيهم على القرآن، وإذا كانوا كيسمعوا رسول الله تيقرأ القرآن كانوا كيبداو كيغوتوا وكيدويو بالجهد باش يبرزطوا الناس أنهم ميسمعوش القرآن، لأنهم كانوا عارفين الأثر والقوة ديالو على النفوس والأرواح. وهذه ما كانت إلا بداية نتاع الإيذاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه في الحلقة اللي غتجي من بعد غادي تدمع عينيكم من العذاب اللي غادي تسمعوا اللي غيوقع على الصحابة وحتى على سيدنا رسول الله. وهذه هي كانت حكاية حلقتنا الليلة. أما سؤال حلقتنا اليوم، كنا قلنا بلي أنه النفوذ فاش كانوا تيجيو للحج وكان تيدور عليهم سيدنا رسول الله من خيمة لخيمة باش أنه ينشر الدعوة، كان واحد الشخص من موراه اللي كيتبعو باش أنه يبرزط في نشر الدعوة ديالو. شكون هو داك الشيطان اللي كان تابعو؟ فما عرفش صراحة واش تكونوا ركزتوا في هاد النقطة ولا لا. المهم غادي نشوف التركيزات ديالكم في الأجوبة، واللي ما عارفش يقول لي راني ما عارفش، ما كاين حتى شي مشكل. دمتم في رعاية الله وحفظه، صحة فطوركم، تلاقاو غدا إن شاء الله. سلام سلام.